بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، دفعة هذا العام 2024 الشعب العلمية والرياضية والأدبية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. بعد إعلان مؤشرات نسب النجاح من قبل وزارة التربية والتعليم، السؤال اللي بيشغل جميع الطلاب والأكثر بحثا على جوجل واللي سألنا أكثر من آلاف المرات، يا مستر كده الترسيق هيبقى كارثة وهيعلى ولا الترسيق هينخفض؟ هقول لكم كل حاجة بالتفصيل، لكن بداية لو كنت طالب أولي أمر ومهتم بأخبار التعليم وكمان بأخبار التنسيق وكل ما يدور داخل كنترولات الثانوية العامة لحظة بلحظة، ياريت تنزل فورا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يسرق كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعم لي بلايك الآن للفيديو، وياريت لو قدرت تشار الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طيب هنرد على السؤال عشان نطمن كل الطلاب. بالنسبة للنسب اللي أعلنتها الوزارة مقارنة بالنسب اللي قبل كده، طبعا النسب دي اعلى من العام السابق بكتير، لكن في حاجات الطلبه نسيها. احب بس اطمن جميع الطلاب ان التنسيق ان شاء الله باذن الله على هذه النسب هيقل عن العام الماضي. طب ليه انت بتقول الكلام ده والنسب اعلى؟ هو التنسيق بالنسبه لشرائح المجامع العاليه يعتبر مش هيأثر، وان شاء الله باذن الله التنسيق هيقل. ليه بقى؟ تعالى ناخدها حاجه حاجه. بالنسبه لماده اللغه العربيه، العام الماضي نسبه النجاح كانت يعني 90 او تخطى 90% بواحد او اتنين، يعني يعتبر ك 90 و1% او 90 و2%، لكن هنقول مثلا هي 90. طب السنه دي 96 دي النسبه العامه. انا اللي يهمني كله عشان بس الطالب ما يقلقش والطالب يبقى فاهم، انا اللي يهمني كله كم طالب حصل على الدرجه النهائيه. دي المجاميع العاليه اللي تقلق جميع الطلاب مش النسبه. النسبه دي على فكره حلوه لجميع الطلاب، والكلام ده انا قلته بمجرد ما بيخلصوا اي ماده وبرسلوا درجاتها بيدوا درجات الرأفه علشان 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 يعتبر اي امتحان جه صعب في الحاله ديت يكون اكرمه الطلبه. والكلام ده في ناس ربما انتقدتني فيه، يا مستر طب ازاي هو السيستم يعتبر متسيستم على كده؟ متسيستم ازاي؟ يعني مثلا بعد ما يتم رصد الدرجات، اي طالب في اللغه مثلا العربيه، انت لك في اللغه العربيه 10 درجات رأفه، 8 درجات رأفه، الماده من 80 انت ليك 10% ليك 8 درجات رأفه. تلقائيا السيستم لو لقيت جايب يعني درجه النجاح في اللغه العربيه الدرجه النهائيه من 80، درجه النجاح من 40، انت تلقائيا هيلاقيك جايب كام؟ 32 درجه، هيضيف لك 8 درجات تلقائيا. هو ده اللي علّى النسبه، هو ده اللي علّى النسبه وخلاها 96%. وده تعليقي اللي الوزاره يعتبر خدت بهذا الرأي عشان تسكن جميع الطلاب، لان النسب العاليه ديت لو في المجاميع العاليه ما كان التنسيق رفع ل 95 وكانت الطب اقل حاجه 94 95%، لكن الحمد لله اللي النسب دي نسب النجاح ودي فرحه لجميع الطلاب. اما بالنسبه للطلاب اللي حصلوا على 95% فاكثر اقل من العام الماضي بكتير. العام الماضي كان 1.5%، العام ده مش مكمل 1%. ده كمان هم ما اعلنوش عن الطلاب اللي جايبين الدرجات النهائيه، ده هم اعلنوا عن الطلاب اللي جايبين 95% فاكثر. وانا تواصلت مع حد مهم داخل الكنترول، وتواصلنا مع الدكتور محمد رزق، وتواصلنا مع الدكتور مع الاستاذ سيد جاد، اللي حصل على النسبه دي اللي هم جايبين 47 يعتبر او يعتبر 77 فاكثر. ده بالنسبه لامتحان اللغه العربيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني ما تقلقوش، بالنسبه لارتفاع المجاميع عاليه اقل من العام الماضي بكتير. يبقى اقول لك العام الماضي كان يعتبر 1.5، السنه دي مش مكمله 1%، السنة دي مش مكمل، ده 1 إلا 5، 1 إلا 5. طيب ده بالنسبة للامتحان العربي. بالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية، بالنسبة للغة الأجنبية الثانية برضو النسب مرتفعة عن العام الماضي ب 7%، لأن العام الماضي كان 91%، السنة دي النسبة 97.8%، 97.8%. النسب دي قلنا نسبة النجاح مش نسبة المجاميع العالية. طيب عدد الطلاب اللي حصلوا على 95% فأكثر، اللي هم جايبين 48% أو سوري 48 فأكثر، اللي هم جايبين 48 فأكثر، خلاص كده؟ لأن امتحان اللغة الفرنسية من كام؟ من 40 درجة، اللي جايب 38 لحد اللي جايب 40
دول اللي هم قالوا عليهم اللي هو النسب، وهقول لكم النسب الان. طيب يعني كده مفيش حد قافل ماده، في ناس كتير قافل الماده، بس هم برضو ما اعلنوش مين اللي جاب 40 من 40 ومين جاب 80 80 في العربي. طيب نرجع بقى او نروح لماده الفيزياء. ماده الفيزياء نسبه النجاح العام الماضي كانت كام؟ كانت 91%، السنه دي 94.2%. ده معنى كده اللي دي فرحه لجميع الطلاب لان نسبه النجاح عاليه، لكن ما خدش النسبه ديت بالنسبه لمجاميع اللي هي العليا. طيب اللي حصلوا العام الماضي على او اللي قفلوا العام الماضي وخدوا الدرجات النهائيه كان 14000 طالب. طب ما هو السنه دي برضو وصلني 14000 طالب وطالبه حصلوا على الدرجات النهائيه، لكن الوزاره قالت اللي حصلوا على 95% في اقصر يبقى كده 11369 طالب وطالبه. طيب ده معنى كده يعتبر ده هو اختلف عن كلامي، بس ده بالعكس ده حاجه مفرحه جدا للطلبه. ده معنى كده التنسيق هيقل، ده معنى كده التنسيق اللي طب ممكن تكون من 91% او اقل من 91%. ليه بقى؟ لان حصل فرق 3000 طالب، 3000 طالب يعتبر كده اقل مجموعهم عن العام الماضي، فالنسبه ديت تريح كل الطلبه، تريح كل الطلبه، ما تزعلش اي حد، ما تزعلش اي حد. حتى برضو كان في تعليق للدكتور محمد رزق قال لك بمقارنه عدد الطلاب الحاصلين على 76 درجه فاكثر، طبعا ويقصد اللغه العربيه طبعا اللي هم السنه دي، قال لك هنجد انخفاض واضح عن العام الماضي. ليه بقى؟ لان زي ما قلت النسبه العام الماضي كانت 1.5، النسبه لهذا العام كانت 95%، وده بيدل اللي كان في اسئله اختلف عليها جميع مستشاري الماده او المعلمين. بمعنى كده ايه؟ بمعنى كده ما تقلقش، وانا برضه هقول لك النسب بالظبط اللي اعلنت عنها الوزاره. الوزاره قالت ان نسب النجاح في اللغه العربيه 96.62%، يعني حصل على الطلاب اللي حصلوا على 76 درجة فأكثر لحد 80 6716 طالب وطالبة. ده العام الماضي كان أكثر من كده بكتير، العام الماضي تقريبا عدى 11000 أو 12000. طيب بالنسبة أيضا للغة الأجنبية الثانية نسبة النجاح كام؟ 97.88%. طيب اللي حصلوا على الدرجات العام الماضي بقى كان ازود من العام ده. ليه بقى؟ لان اللي حصل على الدرجات الماضي كان 160000 طالب وطالبه خدوا الدرجات يعتبر من 95% فاكثر، السنه دي 124768 طالب وطالبه اللي حصلوا على 38 لحد 40 درجه. ده بالعكس ده النسبه دي كويسه، وكده بتدل ان التنسيق ان شاء الله باذن الله هيقل كتير. وبالفعل ما حدش كان متوقع كده، ما حدش كان متوقع ان المجاميع العاليه هتقل بالشكل ده. طب تأثر أكتر على مين؟ هقول لكم دلوقتي، وده بالنسبة لهم يعتبر كارثة لأن الكليات هتبقى قليلة ليهم. طيب بالنسبة لمادة الفيزياء، مادة الفيزياء النسبة السنة دي 94.21%، وحصل الطلاب اللي حصلوا على أكثر من 95% فأكثر اللي هم جابوا 57 درجة لحد 60، كام بقى؟ 11369 طالب وطالبة بمقارنة بالعام الماضي كان 14000. فده كله بيدل ان ان شاء الله باذن الله التنسيق هينخفض، التنسيق ان شاء الله باذن الله هيكون اقل من العام الماضي بكتير. الطلبه ما تقلقش، لان انا اول اول ما شفت النسبه الصدم، لان للاسف احنا بنشوف نسب ونجي يوم النتيجه بنشوف حاجه تانية. طيب انت بتقول هيبقى كارثه لمين؟ لطلبه المرحله الثانيه. طبعا التنسيق بالنسبه لهم مش هيكون مرتفع ولا حاجه، بس الكليات هتتملي في المرحلة الأولى. ده تعليقي على يعتبر نسب النجاح اللي هي خاصة بالثانوية العامة اللي أعلنت عنها الوزارة اليوم. كده إن شاء الله بإذن الله التنسيق يقل، التنسيق مش هيرفع، ودي بشرى سارة لجميع الطلاب. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.